أعتقد أنه حاليا فإن الولايات المتحدة خيارها بسيط للقبول البقاء في العراق الآن، ولكن ما هو مهم هو حتى ما أن الولايات المتحدة لديها أكبر سفارة في العالم في بغداد، ولكنهم الآن مشاركين في بناء سفارة بمليار دولار في بيروت في لبنان، وهذا ما يشير بالنسبة لي على أن الولايات المتحدة ربما تخطط أن يعني تسحب تدريجيا من العراق في المستقبل، وهذا يجب أن نراقب هذا الشيء. في عام 2003 العراق كان يفترض أن يكون المحور لكل نشاطات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وكل هذا تغير الآن، والولايات المتحدة تحولت نحو آسيا، وهذا التوجه الذي يسير فيه بايدن بدأ مع بودايما، وبايدن قرر أن يقوم بنفس الشيء. وبالتالي فيما يتعلق بأفغانستان فإن المشكلة في تلك المنطقة ستكون للبلدان المحيطة بأفغانستان، ولديهم الآن أو يجب أن يدركوا الآن أن المسائل الأمنية تعتبر مشكلة بالنسبة لهم أكثر مما هي للولايات المتحدة. وما نراه هنا هو أن الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن بدأت تنسحب بشكل بطيء من الشرق الأوسط، وروسيا لن تتمكن من القيام بالكثير بسبب قلة الموارد المتاحة، ليست لديها القدرات العسكرية كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هم يواجهون صعوبات في محاولة المحافظة على قواعدهم في سوريا الآن. وأعتقد أنه إذا ما أرادت الصين أن تأتي إلى أفغانستان بسبب المبادرة التي أطلقتها، فهذه ستكون مشكلة بالنسبة للصين، لأن سيكون لديها قوة، يجب أن تكون هناك قوة أمن لحماية استثماراتهم الآن، وإذا كانت هناك حروب بين الميليشيات وعدم استقرار في البلد، فإن الصين قد تتدخل عسكريا في أفغانستان في النهاية، وهذا يجب أن يكون مهما بالنسبة للصين حتى على المدى القريب.